السلام عليكم. الأنانية والنرجسية كتدفع كثير من الناس إلى التعامل مع الآخرين باستعلاء وتكبر. فئات كثيرة من المجتمع خاصة منها الهشة والمعوزة كتتعرض لتبخيس أعمالها والاستهانة بصفاتها. كاميرا برنامج واش حنا هما حنا رصد التعامل المغاربة مع مواقف تعرضوا فيه مواطنين ومواطنات للتكبر لدرجة الإهانة والإساءة. ردود أفعال كثيرة غتشاهدوها في حلقة اليوم على قناة دوزان. في هذه الحلقة غادي نقول لكم كيفاش كانت ردود أفعال المغاربة مع موضوع التكبر. بمدينة الدار البيضاء وبالضبط في هذا المقهى كان الفريق التقني والفني ديال البرنامج واش حنا هما حنا حاضر منذ الساعات الأولى من الصباح من أجل إعداد فضاء التصوير وإخفاء الكاميرات ومعدات الصوت. قبل بداية التصوير مخرج ورئيس تحرير البرنامج كيعقدوا الاجتماع الأخير مع الممثلين اللي غادي يلعبوا أدوار مختلفة في هذه الحلقة. ربيع هو الشخص اللي غادي يلعب دور المتكبر، والسي عبد السلام هو الشخص اللي غادي يتقمص دور مسيح الأحدية اللي غادي يكون ضحية التكبر والتعالي. ربيع دخل في الدور ديالو كمتكبر، وكاميرات البرنامج بدات كترصد وكتدقق في ملامح المواطنات والمواطنين اللي جلسوا في المكان المحدد للتصوير. انتبهوا جميعا. اش كدير بلاتي بلاتي بلاتي؟ وريني يديك وريني يديك. عندك تعمر ليا التقاشر؟ ها راه غاليين شويه. لا بعاد عليك التقاشر. دير يديك دير يديك، راه غاليين، راه تخدم عليهم طروام وما تجمعش فلوس وما صعب. كتسيري ما غطير غتركب في شي صاروخ؟ حول ولا قوه الا بالله. ياك ما نعاونك انا نقاد ليك. استغفر الله العظيم. صافي دغيا ساليت هاد الرجل هادي. شوم اوليدي 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 شوم والله تحشوم. هاك الشريف الله يرحم الوالدين. خويا راه انا غنخلصو اخويا. الله يرحم الوالدين. ماما انا غنخلصو. الله يرحم الوالدين. عافاك لا ماما. راه كيدي الواجب ديالو. عافاك لا ماما. صافي تخلصت ساليت هادي. شوف السيره ما ديرش ليا. خدمتو هادي. عافاك انا طالبك عافاك. خذ حقك وصافي. خويا شنو هو المشكل عندك دابا نتايا؟ ريح كمل خدمتك اخويا، ريح كمل خدمتك. خويا الله يجازيك بخير. كيف ما تابعتوا هذا السيد هو الاول اللي صدر منه رد فعل قوي، والاكثر من هذا هذا المواطن قرر باش يؤدي ثمن الخدمه للسي عبد السلام في بلاصه الزبون اللي تقمص دور المتكبر. وهذا الشيء كامل غير باش ينهي مشهد الاهانه اللي تسجل امام الانظار ديالو واللي رفضوا منذ الوهله الاولى. تدخلتي ما عجبكش حال ملي شفتي داكشي اللي واقع، شنو هو الدافع اللي جعلك انك تنوض وتقول هادشي راه ما خاصوش يكون؟ لا صراحه حسيت بالحقره وبان ليا راجل كبير، والطريقه باش كان تيهضر مع هذاك السيد بانت ليا فيها شويه ديال الحقره وهبط من القيمه ديالو، وما رضيتش ملي سمعت ديك الهضره هذيك وحسيت براسي خاصني ندخل. هي الحقره كاينه، ولكن ديك الحقره كيولدها التكبر ديال بعض الناس اللي هو الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم. ناس متكبرين كاينين كثار في المجتمع، وهذه الظاهره كتزاد. شنو بالنسبه لك كيسبب هذه المساله، وعلاش الناس اللي متكبرين ولاو عندنا كيبانوا وكنشوفوا بزاف ديال التصرفات ديالهم ماشي هما هذوك؟ هي مالوغوزمون عندنا شويه ديال الحقره تنحقروا بيناتنا، ولكن خصنا نكونوا تنتفاهموا مع بعضنا كمواطنين كاخوان في المغرب. بان لي باغي يدير خدمته وساكت وصابر، دونك اللي تيدير خدمته مزيان وداخل في سوق راسو خصنا نحترموه ونعطيوه حقه في لا ريمينيراسيون ديالو على داك لو طرافاي اللي دار. والسلام.
والناس اللي ما كيدخلوش في حالات بحال هادو واش كيبان لك واش كيخافوا واش ما قادينش ولا الناس ما بقاش كيهمهم صافي وقع اللي وقع؟ لا هي صراحه راه صعيبه باسكو انا باغ اكزومبل راه بقيت ساكت تنسمع داك السيد تيهضر معاه خفت واش ندخل واش ما ندخلش. يعني انت كتخاف من لي كونسيكونس اللي يقدروا يكونوا بحال دابا شكون قال لي داك السيد ما غاديش يكون اغريسيف ولا شي حاجه انا نقدر نخاف على راسي. دونك جو بونس بزاف الناس كيخافوا على راسهم تيخافوا يدخلوا ولكن خاصك تلقى داك لو كوراج ودخل واللي بغى يجرى راه غادي يجرى. المهم الواحد يدير داكشي المسؤوليه ديالو لا ريسبونسابيلتي ديالو ان طونك سيتويان واللي بغى يكون يكون صافي بخير. هاد السيده بدورها ما تقبلاتش المشهد اللي حضرات ليه تكبر ما بغاتوش وقرات باش تدخل بكل صراحه. شومه او تخلص كاشر واخا يكونوا ديال الذهب شو شو اجي انا نعطيك اجي عطري ديال الخمسه نديو الوالدين الله يرحم لك الوالدين. لاش هو خارج كيخدم هذه الخدمه هذه؟ راه كنت جدك ما تقولش لي اعطيهم ما تقولش لي ديك الهضره ديك الاهانه راه صعيبه شي ديك الاهانه راه صعيبه. تكبرت عليها ولدي الله يرضى عليك. اجي اجي الله يرضى عليك. اجي اجي صافي صافي اسلم باش تهينوا ديك الاهانه. صافي راك بحال بنت جدك لك الفلوس هذا بربي يديرها. صافي انا صافي صافي لا خير اسكت انا فعاش يجي انا ما نبغيوهاش خوتنا حنا راه مسلمين. شد لا 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 الله يرحم بيا الوالدين. هذيك راه خدمتو. انا راه وليت كنقل ماشي خدمتو علاش لبسو ولكن ما تهينيش ما تهينيش ديك الإهانة تصور انت يهينك شي واحد. عافاك أمي ما تعصبش. لا تعصبت قلت شدو يلا كيدي جوج فرانك شنو غتعطيه كاع؟ أنا سمعتك تقاشر واخا تخدم عليهم شحال ما تكتابهمش. الله يجازيك بخير. ما كاين حتى مشكل أسيدي. لا ما كاين حتى مشكل حنا المسلمين نساعدوا بعضياتنا البعض. الله يكبر بك أنا وانا اللي فقصني هو كيقول لي هادوك التقاشره تخدم عليهم شحال وما تصورهمش. سكت انا ما دويتش في الاخر صافي انا ما نكذبش عليك والله ما نكذب عليك ولدي لان هذاك السيد ما عرفت باقي كنشوفوا هادشي حنا في المجتمع. لا ما كاينش راه كلشي ساكت اسمح لي كلشي ساكت وهذاك الراجل مسكين انا بقى فيا والاخر كيقول لك لا انا بغيتو يدير لي سميتو بزز تربيه في اللاوعي. الناس ما واعيينش والناس الا كانوا لاباس عليهم كيحتقروا للفقير. هذا هو فين كاين المشكل ولكن انا بقى فيا وبارك قال شاد رجل فوق رجل وما كيهضرش ما كيدويش نهائيا لا زعما والله الا وليت انا والله حق. شكرا لك شكرا لك على الانسانيه. مشكل السيدي والله ما كاين مشكل وراك شتيني انا عطيته ما نمنش على الله ولكن قلت لي شوف والله ما بقيتي تخدم لي ما تبقاش كاع تسيري لي ولكن استسمح للسيد لا كان لا لا شكرا لا كاين استسمح استسمح تعصبت ما قدرش نهضر دابا ما قدرش نفكر نعبر على داك الشيء الاحساس ديالي الداخل ما قدرتش. تبارك الله اللي قلتي فين كيفاش ما قدرتش والله العظيم وليت كنتلعتم حتى الكلمات ما بغاوش يخرجوا ليا والله. تبارك الله واو حتى واحد ما غادي يهضر حتى واحد. الكل ظاهرة أسباب ودوافع ولهذا كان من الضروري نتلاقاو مع الأستاذ في علم النفس الاجتماعي محسن بن زاكور باش يعطينا الرأي ديالو من بعد ما طالع على مضمون الحلقة والمشاهد اللي التقطتها كاميرات البرنامج. طبعا ملي كنتحدثوا على التكبر وخصوصا ملي كنكونوا كنهضروا على العلاقات العامه اذا ما يمكنش هذه العلاقات العامه تنفي الفرد وبالتالي التكبر والغرور كيرجع للشخص بذاته. وملي كنقولوا كيرجع للشخص بذاته ما معناه اي ان هناك احساس بالنقص لان بعض الاحيان الناس كيحسبوا واحد عاجب راسو اي تايق في راسو. خطا ما تايقش في راسو لان اللي تايق في راسو ما كيأديش الاخر وبالتالي المتكبر كيولي عنده الفضاء ديالو هو الذات وبالتالي ما كيشوفش الاخر وما كيحترمش الاخر. هذا البعد الذاتي. البعد الاجتماعي اللي هو جواب على السؤال علاش التكبر غادي وكيكثر في المغرب لان المجتمع المغربي منفتح على الثقافات الاخرى. حنا في حقيقتنا كمجتمع حنا كنا متضامنين عندنا مفهوم الدار المحلوله امام الجيران في القرح والفرح بمعنى هذا المفهوم ديال التكبر ما كانش حاضر في الثقافه المغربيه لكن بعد ما جات الثقافه الغربيه وتاثرنا بالايغوسنتريزم بمعنى ان الذات اصبحت هي محور العالم وهذا كيكرسوا مفهوم الذاتيه مفهوم الراسماليه بحال اللي كيقولوا كيعيش غير راسه.
صافي سيدي حبس. المواقف وردود الافعال كتختلف وكل شخص كيفاش كيتفاعل مع قضيه التكبر. في هذه الحاله المواطنين اللي امامنا كانوا كيتابعوا التفاصيل بدقه، وفي لحظه تفجر الصمت وتحول لموجه غضب دفاعا عن مسيح الاحذيه اللي تعرض للتكبر. خوي قلب ديرها طلعت سروال باش ندير صافي سير الله يعاوننا ويعاونك الطريب ديال الخبز باش انا معليش قادر ما معليش انا عاود نعاود حتى ما تعاود ما والو الله يرحم لك الوالدين. ها انا اللي غادي نعطيك خمطين. شكرا معليش واه الصفات انت اخويا شوف خدم عام عام ما يخدمش باش يشرب. صافي صافي خرج عليه ما كاين الناس ما غتبغي. سالو شريفة اشريفة الله يكثر خيرك هاد الصباط هذا غيخدم عام ما غيشريش هوايه. لا تيان شوف واش هذا شنو هذا شنو هذا كيحوي شي قلب موت من نيتي. معليش معليش صافي تفاوض الله يسر عليك خليك تفاوض تفاديا للاسوء وخروج الموضوع عن السيطره اضطرينا كطاقم ديال البرنامج باش ندخلوا ونشرحوا للمواطنين باللي الامر كيتعلق بالتجربه الاجتماعيه كنحاولوا من خلالها نختبروا قيم المواطنه والانسانيه ونشوفوا واش حنا كمغاربه باقين هما حنا ولا بدينا كنفقدوا بعض المبادئ ديالنا. ما عجبناش الطريقه باش تصرف مع السيد درويج وتصرف معاه بحال ما هكاك وصباط وهادي ما عجبناش هاد المساله ديال التكبر والناس اللي عجبهم راسهم وكيتعاملوا مع الناس خايب. واش كتلاحظوا بان بدات كتزيد عندنا في البلاد؟ بزاف بزاف بنادم كيحقر الدرويج بنادم اللي عنده شويه ميسر كيحقر الدرويج كيحسبو بحال ما كاين بحال. شنو الاصل ديال المشكل بالنسبه لك؟ واش من التربيه؟ واش من الزنقه كي دايره؟ شنو هي الحاجه اللي خاصنا نخدموا عليها باش ما يبقاش هادشي في البلاد؟ التربيه داك الشيء يكون في الدار من الدار من الاساس من الاساس من الاساس كلشي كل واحد يربي ولادو غيطلعوا بخير غيطلعوا مزيانين وغيطلعوا كيتعاملوا مع الناس مزيانين كيحسبوا كلشي سوا سوا. شنو كان يكون الاحساس ديالك وانت كتشوف هذا الظاهره ديال التكبر حداك وما كان حتى شي واحد جه النفس حتى شي واحد ما يتدخل؟ والاحساس ديالي غادي يكون من طرف هذاك الدرويش سي نورمال غادي نتعاون مع هذاك الدرويش. اما هذاك السيد اللي كيهضر بديك الطريقه وداك الشيء ما كان زعما ما كان غادي يتعاون معاه حتى شي واحد. بالنسبه لك كاين هناك بعض المهن اللي كتطلب احتكاك مع الناس وكتكون صعيبه بزاف، شنو تقدر تقول للمواطن المغربي اللي كيتعامل مع هذوك العاملين ومع هذوك الناس اللي كتقول انت دراوش، كيفاش خاصو يتعامل معاهم؟ شنو خاصو يدير؟ هالطبقه ديال الدرويشه اللي كتخدم بهذا المستوى هكا خص الناس تعاون معاها وتساعد معاها
والناس يضامنوا بعضياتهم وما يكون في الاخر الا الخير ان شاء الله. السلام عليكم الشريف، شفنا بان كان عندك واحد التدخل حاسم، ما عجبكش الحال، انت ما بغيتيش تشوف انسان متكبر. التصرف هذا ما تعجبنيش، غير لائق. انا اللي تنقول زعما كان عندي كي مهندس كي سيرور كي منخاله اي موقع البعي كلشي بحال بحال، حنا سويه. التصرف هذا تسمى تجينا حقرات، انا شخصيا ما تنتقبلش هادشي. هذه المسألة هذه ديال الحقرة اللي ما مقبولاش بسببها التكبر ديال بزاف ديال عباد الله، واش أنت كتحس بأنه التكبر غادي وكيتزاد عندنا في المجتمع؟ أنا تنبان لي عنصرية، هادشي عنصرية. شوف إنسان اللي تيحقر لواحد خويا ما لابس مزيان ولا شي حاجة، ولا إنسان ما تعرفش يهضر ولا شي حاجة، تنقص منه. واش ما تنبغيش أنا نوصل البلاد عندنا؟ شنو هو بالنسبة لك الحلول باش نوصلوا واحد النهار لواحد المجتمع اللي هو نقي من هذه الناحية؟ وإنسان اللي يطلب من الناس خص يكونوا يوعوا راسهم بهذه المسائل. الوعي، شفت الوعي. اي واحد يعني ما كنظن زعما اي واحد غيسكت على هذه القضيه زعما صافي. هذا الشيء اللي حركني، الانسانيه اللي فينا، راه اي واحد فيه واحد الانسانيه ديالو كتحرك، راه ما نقدرش نسكت على بحال هكا. اي انا اي موقف بحال هكا فيه الحقره ولا واحد كيقلل من القيمه ديال الاخر كندخل صراحه. بحال هكا انا عمرني شفتو صراحه، الله ما عمرني شفت بحال هاد القضيه. باقي صراحه المغاربه فيهم شويه ديال الانسانيه صراحه. اش كدير؟ اش كيديك؟ يديك نقيين، يديك نقيين. ها تنتواصل باش وريني يديك بعدا جيتي. سي بون، كمل. ما تنساش هاد البلاصة هادي، ما تنساش هاد البلاصة هادي. ما غنوريكش انا خدمتك. بلاتي شنو هاد البرودوي هذا ديال بصاح ديال بلعاني؟ برودوي هذا جديد، هذا غنبقى نتحول معاك انا قاد. انت بوزيسيون قاد جديد. ها وديري يديك، ديري يديك هنا يا صاحبي، ما تخافش. ما عاد تكايسر، ما تخاف على والو، ما تقاشر غاليين. هذا شويه عمرتي لي التقاشر اصاحبي. تمام، ما عمرنا ما ولا شي. انت خدام واش ما كتعرفش تسيري؟ شد البلوزه كاع. لا 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 ما بغيتش تريفا. ما بغيتش راسك لواحد مراكش. علاش غنطلع؟ ما راجلش. ياك انا ما راجلش. زيد تعاود طلع. لا صافي 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 لا حاجة. الطريب ديال الخبز ندوه لوليداتنا. لا صافي 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 صافي. واعرة انت يا زلمة. انا واعرة. الله يخليك عليك. ان شاء الله يخلى بالك. لا حمدي زيد 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 صافي بيتكم. دابا شنو اختي؟ لا صافي ما خصناش. اشريفه اشريفه باش معني فوق بحالك. زيد الله ياخذ بك الحق. صافي اختي اشريفه. هو تزيد من قبل. شكرا على ما خصنا. شكرا. لا صافي سير بركة قهوه مع راسك. سير بحالك. سير بحالك. ما تهضرش معاه. الموقف ديال التكبر مازال مستمر، والتدخل هذه المره كان غير منتظر بحكم انه غادي يصدر من شخص اللي كان عابر سبيل وماشي زبون في المقهى. هاد الشابه اللي تابعتوا مشاهدها قررت تدخل والدفع بشراسه على سي عبد السلام، وبالرغم من انها ما كانتش في المقهى، لكن التقاطها لبعض العبارات ديال الاهانه والتعالي خلاها توقف وتعالج الموضوع بطريقتها. دايزه اش نقول لك؟ انا جالسه سمعتها وانا نقول واش هاد السيد كيهضر بحال هكا؟ واش حنا باقيين في هذا الوقت الناس كيهضروا بحال هكا؟ حشومه، ما
ما قدرتش حيت هذا كنحسبه بحال الوالد ديالي، دونك ما يمكن ليش نشوف الوالد ديالي كي ما دابا الهضره ما كايناش حيت ما تقبلتهاش كاع. ويلا رجلي كيترعدوا، ما عرفتش نورمالمون في هذا الوقت خاص بنادم يتعلم يحترم بنادم الواعي، بنادم يوعى شويه يوعى حيت عندك الحق. شوف هذا تكبر ديال بعض الناس كيجعل ان الحقره تولد، كيجعل انه حقد يكون ما بين طبقات الاجتماعيه. واش هذه المساله ديال التكبر وهذه القضيه ديال الناس كيحقروا على الناس انهم متكبرين كتبان لك باقا كثيره في المجتمع ديالنا؟ كاينه بزاف. المشكله ديالنا مشكله الوعي كما قلت في الاول، يعني مشكله ماديه، يعني انت عندك الماده انت هو كلشي. لا مسكين هو ما تعرفش ربي شنو عطاه في ذاك الرزق، راه خدامه ليه صافي صامغش. احترم حتى يجي واحد النهار انت ولا ولادك ولا والديك يخدموا في ديك الخدمه ولا ما نعرف شنو، يجي شي واحد يحقر عليهم كما انت تتعامل، كما يجي شي واحد يتعامل معك. التربيه نقصات عندنا بزاف، ان الواحد يحترم ما كبر منه والصغير يبقى يحترم. هذا هو المشكله، داكشي الناس القدام كانوا حسن منا بزاف حيت الناس كانوا كيحترموا، دابا ما بقاش الاحترام. قولي حنا حتى بنتي دخلتي في الكادر، واش كنتي جالسه ولا كنتي غير دايزه؟ لا انا كنتي دايزه غادا الطبيب سمعت كنقول واش هاد الناس باقيين بحال هكا، وانا وقفت تماك وقفت كنسمع المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه بزاف. ما قدرتش حيت كما قلت لك كنحسب الوالد ديالي. حاولتي انك تدخل من البعيد، دورتي مع السيد عطيتيه الفلوس، ولكن في الاول ترددتي باش تنوض. واش تردد دارني ظهري؟ هذا هو المشكل، ما غنوض ليه صراحه. هذا هو المشكل ديالي، ما عجبنيش شحال ديك المعامله تعمل مع السيد حشومه. السيد كيترزق وانسان كبير وداك الشيء، ديك المعامله ما عجبتنيش. في الجزء الثاني من هذه الحلقه غادي نبقاو دائما في نفس الموضوع التكبر، لكن غادي نعيشوا تجربه مختلفه. الامر هذه المره كيتعلق بالتكبر في الوسط الاسري والعائلي. هاد الشابه اللي امامنا غادي تكبر على الام ديالها بحيث ما بقاتش راضيه بلباسها ومظهرها بشكل عام. نشاهدوا جميع كيفاش كانت ردود افعال الناس اللي كانوا شهود على هذا السلوك غير الاخلاقي. يلا نوضي لبركتي، باغا تمشي نوضي نمشي. تقلقتي زعما ومشيتي؟ لا راه ديما تديري ليا هكا، ديما تديري ليا هكا. نوضي لكتي باغا تمشي عند الناس نمشيو عندهم، ما حد باقي الحال. وديك الساعة ما بغيتينيش نطلع معاك، ما نطلعش معاك. منين انت ما عجبكش هاد الجلابة؟ وي راه واش شتي كيفاش دايرة بعد هاد الجلابة هادي اللي بغات تمشي معايا فيها الناس؟ راه حشومة تلبسي بحال هكا. ما حشومة والو، راه جلابة. هذا المواطن هو أول واحد أثار انتباهه هذا المشهد. في الوقت اللي البعض ما عطاش اهتمام للموضوع، هاد السيد استمر في المتابعة ديال التفاصيل عن بعد. هادي راه ما بقاتش جلابة، هادي ولات شرويطة ريحة عليك انت دابا. وشوفي رجلك كيفاش دايرين، مش باقي شوية كيلبس هادشي. لا حول ولا قوة الا بالله. أنا باغا نمشي عند صاحبتي زعما ومقادة وداكشي، وانتي جاية ليا بحال هكا. واش ما بغيتيش تفهمي يا ماما شنو كنقول لك من الصباح؟ شوها أنا ما كيشرفنيش نتحرك معاك بحال هكا في الزنقة. واش راه غير دابا حنا جالسين هنا، واش عباد الله كيتفرجوا فينا؟ راه كنحشم. إوا هضري بشوية، راه تتغوتي، راه قهوة هادي واقيلا. مزيان اللي عرفتيها قهوة. ما غاديش العرس. هادي الأخرى زعما آخر مرة غنعاود نتلاقى معاك. مزيان إن شاء الله، مزيان هادشي. وبعد دقائق من التدقيق وتحليل الحوار اللي كان ما بين الأم والابنة ديالها، اقتنع هاد السيد باللي الموقف اللي امامه يستدعي التدخل المباشر. دخلت نعم اخويا. هي خاصنا انت تشرفيني سيدي. خليت تدخل دير اللي بغات، دير اللي بغات. فهمتي؟ تلقى ام كتبقى ديما كنزك، ديما كبيره، ما مخفوش عفوا. اول باقا صغيره، باقا تبع المستقبل ديالها، وكل شيء بيدك انت، اللحظه ديالك كلها كتبدا براسك. علاش؟ انا مشيت سوقي. الله يكبر فيك الشر. شوف انا عندي ام انا كتذمي عز عليا امي، هي خلات براسها تحمل فيك. واش انت ترضى مامك تخرج معاك بحال هكا؟ امي هذيك، امي هذيك ها تخرج. راه حشومه. علاش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حيت كتشوق بيا كاع صحاباتي ما واجهم كيلبسوا مزيان. اشنو هي الام؟
اشنو امي هادو هذا هادو هذا لا كومونيكاسيون انت الارض هذا انا مو عندي عادي كلش ما كتهز بالكلام كلام 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 زين كلام حلو كلام طيب ما كنكذب عليك ما يشرفنيش انا هادشي كاع صحاباتي ما بغيتش نخرجوا معاهم مزيانين ومقادين ويا راه ما يحسنوش حالي لا حول ولا قوه الا بالله ما بغيتش نخرجوا مزيان شويه كيفاش جايه عندي صافي لا 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 هذه 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 اسمح لي هذه لا 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 ما يكفلعوش انا عندها مرض ديمونتال 2022 راه هادشي اللي كاين دابا كلشي كيلبس مقاد كلشي كيلبس مصايب راه امك هادي راه امك لا حول ولا قوة الا بالله وانت ما قدرتيش تبقى صابر ولا ساكت قلت بعيد ومشيتي باش تهضر مع ديك البنيه وا 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 لا لا ريبونس انا عندي ام انا عندي ام وعشت مع امي وعشت مع امي وعمري ما عمري ما هزت فيها الراس دابا ما قدرتش نصبر ما قدرتش نصبر شت لا باسون كيفاش تهضر مع امها شت المراه كيفاش تهضر مع البنت الطريقه جا واحد السيته وهضر معها ما انا الصراحه الحرقه ديالي ما قدرتش نصبر ما قدرتش نصبر التكبر دخل حتى للبيوت وبالتالي ملي كنقولوا دخل للبيوت ما كاينش شي نهار اللي كان كيتصور الاب ان بنته ولا ولده غيولي عندها مكانه اجتماعيه وتولي تكبر على باها او عندها فلوس او عندها ديبلوم وتولي تكبر على امها او يولي عندها لبسات زويونين وتكبر على امها ولكن مع الاسف الحقيقه الاجتماعيه اليوم ان المعايير تغيرت والقيم تغيرت واصبحت العلاقه ليست مبنيه على كما قلنا الابوه والامومه والاحترام وغيرها بل اصبحت مبنيه على المظاهر وعلى ما نسميه الالبسه والمال وغيرها سلام شت شي لابسه لابسه ليا بحال هكا مليتك راه غتشوهيني حدا صاحبتك راه ما يمكنش ولكن هذه راه ما عجباتكش لا ما غتعجبنيش راه حالتها هذه صافي خصها تلاح هذه ما بقاش تلبس وصافي دابا هضري بشويه حنا راه باقيين في قهوه هضري بشويه الله يرضي عليك الله يرضي عليك هضري بشويه نكذب عليك انا هادشي ما كيشرفنيش باش نمشي معاك فيه وسوختو عند صاحبتي خصوصا عند صاحبتي وهما كلهم كيلبسوا زوين منين انا ما عاجبكش الله يرضي عليك ها بشويه عليك كاع الناس يتصنطوا لينا وين الشيطان راه امك هادي سلام وين صافي سيري هزي الورد وسيري طلعي عند الناس خليني انا باركه هنايا تات سالي وجي ديني للدار لا ما بقيتش بغيت نمشي وانت اصلا ما كتشرفينيش ماما نخرج معاك بحال هكا في الوقت اللي هذا الشخص تدخل وما كانش راضي على مظاهر التكبر والتعالي والاهانه اللي تعرضت لهم هذه الام مواطنين اخرين التزموا الصمت واكتفوا بمتابعه التفاصيل عن بعد بدون ما يصدر منهم اي رد فعل تهضر مغمضون صافي خليني لا حول ولا قوة إلا بالله شو هتيني كاع الناس كيتفرجوا فيها انت اللي تتبقي تغوتي داك النهار درتي الباك هكا اليوم انا دايره لينا النوبه لا حول ولا قوة إلا بالله شوها ما كتعرفوا تلبسوا ما كتقادوا وزعما ما بغيناش المجتمع يكون هكذا ما بغيناش يهبط حتى لهاد داك المجتمع المغربي ولا فيه المظاهر ديال التكبر ولا في المظاهر ولا هكذا للاسف الناس نماذج لان كاين اللي كيكون داك الموضوع كيمسو عاشو فهمو وما بغاش وما راضيش به وكيحاربو وكاين اللي الموضوع ربما بعيد عليه وكاين في بعض الحالات ناس ما كتردش الفعل لان عند بالها او اقتنعت بان هذيك المسائل ديال الناس شغلهم هذيك ما عندهاش علاقه بها هذا كنسميوه الموقف السلبي يعني اناكت باسيف والاخر اناكت بوزيتيف ملي كنقولوا بهذه الطريقه هذه شنو معناتها ان بعض الناس عندهم الشجاعة الكافية أنه يحاول يتدخل في موقف اللي هو ما راضيش على راسه ما راضيش على المجتمع دياله وكيكون فعال وكيدير واحد السلوك اللي احنا كنتظروه كنسميوه سلوك متحضر أناكت دو سيفيزم وكاين الآخر اللي كيمتنع يدير هذه الحركة ولكن ماشي معناته ما عندوش واحد السلوك متحضر يمكن كيشارك في جمعيات يمكن كيدير تحسيس في مكان آخر أو ربما هو عنده قناعة أن هذه المسائل كتجاوزه وكاين الناس اللي مكلفين بها
سلام. اش هادشي لابسه؟ مالك؟ كتضحكي معايا؟ علاش مال الجلابه؟ الله يتحشو مالك وحق الله. علاش حشو مالك؟ غادي نمشي نشوف السيده. مال الجلابه ما جباتكش؟ الشوه راه حشو. وين الشوه؟ حنا غادي نشوفوا السيده مريضه. هاد السيده ومن بعد ما كانت شاهدة على التكبر اللي تعرضت ليه هاد الام من طرف الابنه ديالها قررت باش تدخل، لكن رد فعلها كان مختلف بل هو استثنائي. نتابعوا جميعا. ويلي هو حنا داخلين الشريفه نشوفوا السيده مريضه في السبيطار. هي زرباتني زرباتني ما خلاتنيش نهز. زرباتك على انت مالكي؟ اش كنتي كديري؟ سيري كتصنعي في الصوار اجري حطي حوايجك اللي غتلبسي وفرحي براسك. عندك شراوتك موجودين، عندك المال يبقى كيدفنك. والله الا زرباتني هي اللي زرباتني. عرفتي عرفتي الجلابه خالتي ديما لابساها ديما صحابتي يزلوا مشكله. غادي عند صاحبتي، غادي عند واحد صاحبتي دابا مهمه اللي مريضه كيلبسوا مقادين وكلاس. شوف شويه كيفاش باغا تمشي معايا تشواني حدايا. انت دابا غادي عند صاحبتك سيري في شرويطه. هاد المره ديما فاوان. لا لا لا، راه هي شريفه حتى هي شويه تتبغي. لا راه الناس تيبغيو يبانوا دابا بنات هاد الجيل. خاصها تبان، اجي قولي خاصها تبان. كلشي هاد الجيل واحد. شوف مع من هاد الجيل كلي تحسين. شوف عندي واحد كنقولي حتى ولدي كيطول ماشي ولدي انا. انا راني غير استاذه ولدي. عرفتي بابا داير بحال هكا تا هو ديك المره خرج معايا شوهني كيحشمني. علاش الشيطان علاش تنشوك حنايا؟ جلابه مالها تتشوه؟ جلابه راه اللبس تقليدي علاش نشوك؟ مرضاش راه عندها الحق بغات تبان زوينه باش تفوع على صاحبتها. انت مالك صاحبتي؟ راه عندها الحق عندها الحق. انا كنقول لك ماما صبغي شعرك. قلت لها علاش اولدي بغيتيني باش نبان باقا صغيره؟ ما باقاش صغيره ما بقيتش بغيت نبان صغيره. والله الا تجي الواعر الشريفه والله قسم. اي ولكن راه عنده الحق. لا هي ما عجبات حتى حاجه، واخا ديري اللي درتي هي ما تتعجبات حتى حاجه. دابا بيني وبينكم ماموش هذا الصباط غنمشيو كاع الناس. ايوا راه زربتيني، راه زربتيني وخليتيني نلبس. قلت لي سربي سربي سربي، راه جيت نجري، راه جيت زربانه. راه ما بقاش يلبس هذا خصك تلوحيه اصلا. لا هو لا جلاب. لا حول ولا قوه الا بالله. شوفي ما تقلقيش راه ولادنا كلهم بحال هكا، ولكن هي راه شوفي راه دوات معاك غتكون لك زوينه وبريزونتاب وكل شيء حيت عارفه عندك الحوايج. صافي. وداني وداني باش تشوف هاتي وقيلا هي خدمتها في الحياة. انا ويلي من على الشيطان. شوف يا بنيتي الحشومه هي غادي نشوك على انا ما جايه باش نمشي معاك باش نشوك. وراه هادشي اللي غديري انت دابا. لا ماشي غادي نشوك. اصلا الجلابه شحال هذيك مابقيتش تلبسيها. وهذي تجيني خفيفه عزيزه عليا لبسها دغيا جيت تنجرب. مع صحاباتك مشيت تكوني غدر السوق. احنا داخلين الشريفه نشوفوا على السيده مريضه شي حاجه ما عجبها وخا نلبس. شوفي ديك المره جات عند واحد صاحبتي كيحسب لها خدامه. راه هي ديما داير بحال هكا. تخيلي الشيطان. تخيلي انت بحال هكا مع ماماك. والله الا بصح راه ماشي كذبات. انا نقول لك لا تقلقي. هاد الجيل واعر. عرفتي علاه عمرني عاود نخرج معاه على الشحال اللي دار لي الشيطان. حشومه هادشي تتقولي حشومه. شوفي بغاتكم غير تكونوا شوفي بغاتكم غير تكونوا اكثر هذا حيت راه داكشي شوفي ساهل. شوف دوك واحد الحاجه سمحي لي قطعتك. حنا ما نمشيوش عند المراه دابا بحال هكا. غنانوليو هادشي ما يمكنش نمشي. راسك سير الراس. لا معليش علاش نمشي راسي معايا؟ قلت لها ماما غتجي معايا. صافي انا بالنقص من هاد المجيال. صافي قولي انا ما نسانيهاش. لا لا سيري بوحديتك. غادي تشوف معايا خالتي موت صاحبتي. لا لا شوفي معليش قولي لها راه جاوبتيها في عند ماما وما صافي سيري الراس. منين انا تنحشم بك صافي سيري الراس. سيري دير الورد وطلعي شوفي صاحبتك خليني باركه هنا تعاد سالي ونمشي وسطي. لا 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 خصك تمشي معايا ضروري. ما يمكنش نمشي ما يمكنش نمشي بلا بهم. ما يمكنش نمشي. ايوا انت نمشي معاها بحال هكا. عرفتش كيفاش ندير لك؟ لا هو دابا انت شاريه شو شخصيا وقتها جالسه معايا. انت شوف شوف ما تقولي هاد الهضره وقتها شاريه هذا لا خليتيه غادي الفاش فاني. اللهم سيري دي وقولي راه ماما بغات تجي وجات خالتي لعندها وما قدرتش تقول لها راني غادي. انت على قبل الجلابه درتي هاد الحاله؟ مالا شنو فهاد الجلابه؟ غندير واحد القضيه غنديك معايا دابا ولكن نقول لهم انت الخدامه ديالنا ماشي ماما. بصح اختي ما نقدرش نقول لهم ماما انت دايره بحال هكا. واش مريضه محشوماش؟ المرا تتسمع فيك محشومه. ديري حاجه بنتي خدامتك ما رد عليك. سيري ديري حاجه قول لها راه حول ولا قوه الا بالله.
وما قدرش تجي وصافي ما فيها والو. الاعتذار دابا جيتي جيتي دي الموقع ديالك وقولي هذا راه صيفطت لك ماما لان لا حول ولا قوه. انت بعدا ما انت بعدا ما دائما طيحه لبمك لبباك دائما هذه حالتك ديما طيحه بكم باخاكم تكونوا في واحد المستوى جديد. نو دابا نتي سيري نو عرفتي شنو انا نمشي نشوفها دابا نمشي نطلع عليها ونرجع عندك خليك هنايا ما تحركيش بلا ما تبقاي تبكي ولا ديري شي حاجه بحال ديالك ما غادي نبقى معاه ما غادي نبقى معاه ما تخافيش. لا حول زعما ما شاء الله من هذا الجيل الله الشريفه زعما هاد المواطنه كيف ما تابعنا كان تدخلها ذكي وايجابي تكلمات بطريقه مختلفه احتراما لمشاعر الام بالاكثر من هذا بمجرد مغادره الابنه تغير الحوار وصبحت كتقدم النصيحه بل وكتعاطف مع الام بدون ما تسيء لحتى شي طرف. ولات المظاهر الخارجيه هي اللي كتحكم الناس راه كتمشي تقدم من القريعه من القريعه ويشريو من البار ويتقادوا ولابسه السيني وتبين لك راه لابسه السيني وهي راه شاريه ب 400 ريال ولا ب 500 ريال. هذا الشيء اللي ولا عندها في المجتمع ما تقلقيش من بنتك بنتك راه بغات بغات هذا. انا راه واحد المره ولدي كانت عندي ارسين ارسين صغيره مخرشه قال لي ما تعاوديش تجي للمدرسه بارسين هادشي بغا وليداتي راه الناس عندهم الرانج روفر. قلت لي وانا راني غير معلمه اش بغيتيني ندير الرانج روفر ملي بغيتيني نجيبها قال لي ما تبقيش تجي لي. لا قطعي قطعي قطعي. السلام عليكم صباح تبارك الله عليك استاذه تبارك الله عليك والله الا عشتينا بزاف سيداتي تبارك الله عليك. حنا شفنا التدخل ديالك حاولتي انك تكوني منطقيه لاقصى درجه انك تكوني متوازنه في الحديث ديالك لاقصى درجه حاولتي انك تلقاي حل الوسط هذه المقاربه كنظن بانك سيده التعليم هذه المقاربه جديده زوينه. شكرا لكم. واخا انا كنت كنهضر مع السيده بشكل تلقائي علاش لان المساله هي مساله بداخوجيه اولا كيخص العلاقه ما بين الام والبنت رغم انهم تقنوا الدور تقنوا فعلا الدور. انا عندي تجربه في التعامل مع الامهات ومع التلاميذ اللي هما في البكالوريا ما بعد البكالوريا تقنوا الدور فعلا حسيت بان البنت كانت عندها واحد يعني مندفع نسبيا ولكن كنفهم بان الشابه باغي امها تكون احسن وباغي باها يكون احسن ومن حقها من حقها ولكن خاص الام حتى هي تفهمها. وحاولت ما امكن باش نخلي واحد العلاقه ما بين الام والبنت باش ما تخسرش ديك العلاقه لان هذا هو الاساسي. انا كنعتبر ان هذا دور ديال اي انسان بيداغوجي اولا لان الانسان اللي كيعمل في التعليم هو متكون تربويا ومتكون نفسيا ومتكون بيداغوجيا في التعامل مع مثل هذه الاحداث هذه. فبالدرجه الاولى خصك تحاول ما امكن تلقى حل علما انه انا اللي تدخلت وانا اللي يعني فرضت هذه المساله هذه ديال التكبر كتوقع بزاف ديال الناس اللي كيتكبروا على والديهم ما بين قوسين ولكن حتى الظروف ديال الوالدين كتكون صعيبه كيكون هناك نقص في الامكانيات الماديه يمكن شي مرات كيكونوا الوالدين ما قارينش وعاد كيحاولوا انهم حيت واخا القرايه ما عندها علاقه بالوعي ولكن كيكونوا ما قارينش خصهم باقيين يتعلموا حوايج جداد. فاش ما كتظنيش بانه شي مرات الا نطلبوا من الوالدين يديروا مجهود ولكن حتى الوليدات كيزيدوا فيه شي شويه. لا ما كي هو الشباب خصنا نتفهموا واحد المعطى الشباب دائما يطمح الى الاحسن وبالتالي واخا تكون يعني مهندسه او طبيبه او حتى ربانة طائره كيبغيها تكون احسن لانه عنده دائما واحد الرغبه في تطوير المجتمع واخا ما تيكونش هو واعي بهذا المعطى ولكن هذا هو الدافع الحقيقي اللي كيدفع وكنسميوه حنا بانه صراع الاجيال على اساس ان جيل ك
كيدفع بجاي الاخر باش يتطور وباش يكون احسن. هذا كتدخل للدار من الديور مثلا في الفيدا درب سلطان، كتدخل في درب الشرفه للدار كتلقى الدار اللي فيها البنات وفيها الشباب، دخلوا واحد 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 اللمسه ديال الشباب، ديال تطور المجتمع، ديال تطور المجتمع فكريا وثقافيا، في حين انه ما نحملوش غير الشباب نقولوا راهم يعني كيتكبروا على والديهم، ماشي هذا هو المعطى. المعطى الاساسي هو انهم كيحاولوا يطوروا والديهم، كيحاولوا يطوروا المجتمع ككل. ولكن نكونوا متفقين بانه محاوله تطوير المجتمع شيء مفيد ونبيل، ولكن خاصه الطريقه باش نوصلوا الرساله ما تكونش طريقه مهينه. هو في الصراع ما بين الاجيال دائما الجيل الاكبر كيعتبر ان الشباب هو كيتطاول عليه وكيقدر يهينه، في حين انه ما ناخذوهاش بهذا الجانب السلبي. هو ماشي مساله ديال التكبر ولا مساله ديال الاهانه، ممكن ناخذوها بشكل ايجابي ديالها، بشكل جميل فيها انهم دائما بشكل ممكن يكون ماشي لابق ولكن راهم كيهدفوا لتطوير المجتمع. انا هكا تنشوف هاد الايجابيه ديال الشباب وما خصناش نتعاملوا معاهم بضغط كبير. التكبر، التعالي سبحت لهم عواقب اخرى لداخله على المجتمع المغربي. سلوك مرفوض وغير اخلاقي اصبح من الضروري التصدي له بالطرق المنطقيه والصحيحه لبناء جيل سليم ومسالم له قيم ومبادئ ثابته. وبالتالي الا بغينا نصحوا الاوضاع بحال هذه انا كنقول كل شيء مسؤول، بدءا من الاسره وحفاظها على القيم وعدم التنازل عليها والتسامح فيها، مرورا بالمدرسه لان المدرسه احنا في المغرب سميناها وزاره التعليم والتربيه، بالتالي عنصر الاخلاق ما كينتسامحوش فيه، وهذا هو اللي غيأهلنا ان ملي كنوصلوا مسؤولين وكنكونوا رب اسره او كنكونوا في العمل القيم ما كتنتقدش، القيم ما كتزولش، كتبقى هي هي، لان انسانيه الانسان كتجلى في قيمه ماشي في مظاهره، ماشي في التكبر ديالو، ماشي في لباسه، ماشي في فلوسه. وبالتالي علاقة أنك تخلص سيرور ماشي معناتها راك أنت سيده، بل أنت محتاجه، لو كما كنتيش محتاجه ما غاديش تعطيه واحد العمل يديره، وعطيه عمل ما كيحتقركش هذاك العمل، بالعكس كيعطيك قيمة لأنك تأدي وظيفة، وبالتالي ملي كنأدي وظائف كنأدي قيم للمجتمع. التكبر والتعالي وللاسف ظاهره اللي مازال كتنتشر في مجتمعنا، والمخيف هو انها اقتحمت حتى الوسط العائلي والاسري، شيء اللي اصبح كيتسبب في ظواهر اجتماعيه اخرى اللي كتوصل لدرجه التخلي عن العمود الفقري للاسره واللي هو الام او الاب، سبب ان البعض ما بقاش راضي بالمظهر ديال مو ولا باه واصبح كيتكبر عليهم. باش نتعرفوا اكثر على حجم الظاهره وانعكاساتها السلبيه، انتقلنا لواحد من المراكز الاجتماعيه اللي كاينه في مدينه برشيد. وكان لنا لقاء مع بعض المساعدين الاجتماعيين. لاله حسنه حسوني، انت المديره ديال مركز الاشخاص بدون مأوى بمدينه برشيد. كنعرفوا بانه هاد الناس هادو مساكن عندهم الكثير من القصص. واش التكبر كيلعب دور في هادشي؟ واش كاين فعلا الناس ما كيرضاوش بوالديهم؟ كاين الناس اللي مجرد الاهل ديالهم كيمرضوا كيوليو في حاله صعبه ما كيقدروش يتكلفوا بهم، ظروفهم الاجتماعيه ولا الشخصيه اللي ما كيبقاش قادر يتحمل الام ديالو ولا الاب ديالو، ما كيبقاوش باغينهم يعيشوا معاهم، يا اما فقدان الذاكره الزهايمر او الامراض النفسيه او شلل نصفي لبعض الاشخاص. واش هادشي عنده علاقه غير بالامكانيات الماديه ولا حتى كاين شي شويه ديال المرض ديال المظاهر والناس ما كيرضاوش بالاصل ديالهم؟ ياك مرض المظاهر، الناس ما كتبقاش ترضى بالاصل ديالهم، ما كتعترفش بالام ديالو ولا الاب اللي رباه وكبروا ووصلوا لواحد المرتبه عاليه وما بقاش قادر يستحملوا في واحد الوقيته اللي بقى ليه ما يمكنش. شنو هما الشروط اللي نتوما عندكم اساسيه باش تقبلوا شي واحد هنا في المركز؟ هو يكون متخلى عنه، ما عندوش مأوى، كان مرحبا به في كيشرط ديال السن؟
لا ما كاينش شرط تاع السن، عندنا في مختلف الاعمار مختلف الوضعيات. استاذه غزلان عرومي، انت مساعده اجتماعيه بالتعاون الوطني بمدينه برشيد، وحنا هنا في مركز الاشخاص بدون مأوى. هناك قصص كثيره كيكونوا في هذه المراكز، لان اي شخص كتستقبلوهم وراه قصه. وموضوع الحلقه هو التكبر والناس اللي ما كيبقاوش ربما راضيين بوالديهم ولا راضيين بناس في عائلاتهم. واش هذه المساله هذه حنا كندويو عليها غير بحال اللي كندويو على الافلام، ولا فعلا الواقع فيه ناس ما كيرضاوش بوالديهم وكيبقاو نفسهم في اخر المطاف في مراكز بحال هذا؟ للاسف عندنا حالات هنا كتلخص هذا الشيء اللي قلتي دابا. كاين عندنا هنا اشخاص مسنين، الابناء ديالهم ما بقاوش راضين بهم، ما بقاوش راضين يعيشوا معاهم بحكم انهم تصابوا بامراض مزمنه مثل الزهايمر، مثل كيقدر يكون الشلال. الشلال وي، عندنا واحد الحاله هنا، واحد المستفيده او النزيله اللي تصابت بالشلال نصفي، وبالتالي العائله ديالها تخلوا عليها وما قدروش يتحملوا النفقات ديالها. او واش هاد الناس ما كيسولوش كاع فوالديهم؟ لا ما كيسولوش، هادو اشخاص متخلى عليهم، ما كيسولوش فيهم، ما كاين حتى شي رابط عائلي كيربطهم بالعائله ديالهم. لاله غزلان، انطلاقا من التجربه ديالك انت كمساعده اجتماعيه، واش هاد الحاله ديال التخلي على الوالدين كثرات ولا عاد ولات جديده، ولا كانت من ديما وحنا ما كندويوش عليها ربما؟ لا للاسف، انطلاقا من جلسات اللي كنديروا مع المستفيدين او النزلاء داخل هذا المركز، كيبان لي ان الظاهره عاد كثرات. علاش؟ بناء على غلاء المعيشه، الاباء والوليدات ولاو كيحيروا واش غيتكافوا مع المصاريف ديال الابناء ديالهم ولا الاباء ديالهم، ولا ما كاينش داك الترابط الاسري، ما بقاش هذاك التكافل. كيبان لي انه مضاطر داخل المجتمع، هذا الشيء اللي خلى الظاهره تكثر. وكيف ما غادي تشوف معنا هنا النزلاء، راه كاينين جميع الفئات، جميع الاجناس، جميع الطبقات الاجتماعيه. وهذه المساله ديال التكبر على الوالدين، واش دائما يمكننا نردوها للمسائل اللي هي ماديه، ولا نردوها للمسائل اللي هي نفسيه، ولا هذا مرض الان بالنسبه ليك مجتمعي مبني على المظاهر وبزاف ديال الحوايج اللي كنشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بلايص اخرين اللي يمكن خاصنا ربما نبراو منهم شي شويه نتفاداو؟ اكيد 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 اكيد، هذا الشيء راجع لهاد الامراض اللي ولات دابا، نقدروا نقولوا ديال آفات اجتماعية اللي ولات دابا، ديال بنادم ما بقاش راضي بوالديه، ما بقاش راضي بالمجتمع ديالو، ما بقاش راضي بالمحيط ديالو، بنادم باغي يعيش فوق المستوى ديالو، هادشي هو اللي خلاه يترتب عليه بحال هاد الظاهرة. شكرا لك بزاف لاله غزلان عرومي، كنذكر بانك مساعدة اجتماعية في التعاون الوطني بمدينة برشيد. مرحبا. شكرا. مرحبا. شوما او تخلص 16 واخا يكونوا ديال الذهب. شو شو اجي انا نعطيك. اجي الله يرحم لك الوالدين. لاش هو خارج اللي بغات ودي الذهب؟ انت تلقى ام كتبقى ديما كنزك ديما كبيره صح؟ وقالت قصه تلقى ويلي. ايوه هو حنا داخلين الشريفه نشوفوا السيده مريضه في السبيطار. وراه هي زرباتني ما خلاتنيش نلبس. زرباتك هاد المشاهد اللي تابعنا جميع مغاربه كثر صدوا بقوه للتكبر، ردود افعال اختلفات من شخص لاخر. وانتوما لو تحطيتوا في نفس الموقف، واش طرحتوا سؤال على نفسكم كيفاش غادي تكون رده الفعل ديالك؟ علاش 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 غنطرح؟ ما راجلش ياك لالا؟ ما راجلش سير تعاود لا صافي 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 صافي